بمناسبة هذا اليوم حبينا نسلط الضوء على فئة من المجتمع من مجتمعنا انه متأثرين في فيروس كورونا، ولكن احنا ما مركزين اكثر عليهم. فاحنا بمناسبة هذا اليوم نحب يعني نوجه رسالة لكل شخص من الفئة المسنة بالعراق انه هم غير منسيين، هم يشكلون مكانة كلش مهمة بالمجتمع. هم الفئة السكانية من العراق كبار السن 3%، فئة قليلة، ولكن حسب التقرير اللي احنا لاحظناه انه 80% من كبار السن بالعراق يعانون من الأمراض المزمنة، و70% من عندهم يعانون من قلة الدخل.